إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن من مقتضى الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن المرء بما يكون في ذلك اليوم العظيم من عظيم الأهوال وشديد الأحوال، مما يعين المرء أن يعد العدة وأن يستعد بعمله الصالح للقاء ربه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم. قال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فذلك يا عباد الله يوم عظيم يشيب فيه الفطيم مما يرى من شديد أهواله وعظيم أحواله. ومما يكون في ذلك اليوم العظيم وهو من أعظم المواقف في يوم القيامة، مجيء الرب سبحانه وتعالى من أجل أن يفصل بين الناس بالقضاء، وذلك قوله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. فمجيء الله عز وجل يوم القيامة مجيء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وذلك يا عباد الله بعد أن يحشر الناس حفاة عراة غرلا، الصغار والكبار، العبيد والأحرار، كلهم على صعيد واحد، فيقفون على أقدامهم مقدار 50,000 سنة من غير شراب ولا طعام، والشمس من فوق رؤوسهم مقدار ميل. فعندما يطول عليهم الوقوف ويشتد عليهم العناء يذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم في فصل القضاء، فيأتون النبية والنبي وكل الأنبياء يقولون قولا واحدا: إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله بعده، اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي، حتى ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بأبي وأمي: أنا لها أنا لها. فيسجد سجدة عند الرب جل جلاله. وجاء في الروايات أنها بمقدار جمعة، أي بمقدار أسبوع، فيفتح عليه من المحامد ما لم يكن يعرفها في هذه الحياة الدنيا، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فتكون الشفاعة العظمى. فيأتي الرب جل جلاله على ما يليق بجلاله ليفصل بين الناس بالقضاء: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فتنزل الملائكة تنزيلا قبل مجيء الرب سبحانه وتعالى،
إرهاصا لنزول الرب سبحانه وتعالى، فينزلون فوجا فوجا، وذلك قوله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فينزل الملائكة فوجا فوجا، وكل فوج ينزل من الملائكة يسألونهم: أمعكم ربنا؟ حتى يأتي الفوج الأخير من الملائكة ومعهم الرب العظيم الكريم سبحانه وتعالى، فتشرق الأرض بنور ربها، إذ لا شمس ولا قمر ولا ضياء ولا نور. وذلك قوله سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ثم يؤتى بجهنم وعليها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وجاء ربك والأملاك قاطبة لها صفوف قد أحاطت بالورى زمرا، وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا، لها زفير شديد من تغيظها على العصاة وترمي نحوهم شررا. فيأتي الرب جل جلاله ليفصل بين الناس بالقضاء، فيسأل الأنبياء والمرسلين: ماذا أجبتم؟ فيقولون: لا علم لنا. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد هذه الأمم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أدوا الرسالة وبلغوا الأمانة ونصحوا أممهم، فتظهر فضيلة هذه الأمة على رؤوس الخلائق أجمعين. ثم يسأل الله عز وجل نبيه ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام سؤالاً عظيماً يظهر به فضل التوحيد ويبطل فيه الشرك والتنديد، فيقول سبحانه وتعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام على رؤوس الخلائق أجمعين: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ثم يسأل الله عز وجل الناس أجمعين، فأما الكافرون فيقررون على ذنوبهم ثم يكبون على وجوههم في نار جهنم، وذاك قوله سبحانه وتعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وأما المؤمنون
فمنهم من يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومنهم من يناقش العذاب فمن يناقش الحساب فيعذب، ومنهم من يدنيه الرب جل جلاله فيضع عليه كنفه سبحانه وتعالى فيقرره بذنوبه فيقول له أتذكر كذا وكذا حتى يظن أنه قد هلك، فيقول له الرب سبحانه وتعالى إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال، له الحمد في الدنيا والآخرة على جميل الأقوال والأفعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً إلى يوم المحشر والدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، واتقوا وقوفكم بين يدي ربكم سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ويجد وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم وأحسن منقلبنا إليك، اللهم وأحسن منقلبنا إليك، وأحسن وفادتنا عليك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.